يا أسفي الله وأهل القرب عند الله وسادتي يا رجال الله أغيثونا بفضل الله. مدد يا خير خلق الله وسائر أنبياء الله وباقي كل رسل الله أغيثنا بفضل الله. مدد يا أهل بدر الله وصحب المصطفى لله وآل البيت حزب الله أغيثنا بفضل الله. أفضل الخلفاء أبا بكر من الحنفاء عتيق الله من لطفا أغيثنا بفضل الله. مدد يا ابن الخطاب سراج يا للجنة الكبرى وذا النورين من صبرا أغيثنا بفضل الله. مدد يا أبا علم الهدى أبا الحسنين سيف العدا وباقي عشرة السعداء أغيثنا بفضل الله. مدد يا سيدي حسن كذاك حسين مستكن ومن لكما انتما سفن أغيثنا بفضل الله. مدد يا بنت سيدنا هي الزهراء ذخيرتنا وعائشة بنت العمنا أغيثنا بفضل الله. أنوار مذهبنا وعمدتنا أهج شرعتنا ويا أركان ملتنا أغيثنا بفضل الله. مدد عمان ذو شانيان ومالك رأس عرفاني كذاك شافعي الداني أغيثنا بفضل الله. مدد يا ناجل حنبلنا وساداتي أئمتنا ويا أخيار ملتنا أغيثنا بفضل الله.
مدد يا غوثنا الأعظم ويا جيلان يا كرم وعبد القادر الأفخم أغيثونا بفضل الله إلهي جود بهم فرجنا لنا وصريف بهم حرجنا ولقينا بهم حججا أغيثونا بفضل الله ودمر كل أعدائنا وجنب شر أسوائنا بهم عنا وأهوائنا أغيثنا بفضل الله أصلح كل حاجاتنا بهم واستور قبيحات ووفق كل خيراتنا أغيثنا بفضل الله وادخلنا بهم جنات عدن واصرفا عنا عذاب القبر جد أمنا أغيثنا بفضل الله وخيب كل شيطان وحساد وفتان وذي ظلم وعدوان أغيثنا بفضل الله وأيد دين إسلامنا بأهل الفضل أعلام وبالقرني الولي سامي أغيثنا بفضل الله وصل على أبي الزهراء حبيب الله من نصر به الرحمن للذكرى أغيثنا بفضل الله مع التسليم والآليان وأصحابيان كذا تالي وتابعهم بأحوالين أغيثنا بفضل الله متى ما شيخ عبد الله يرد على أعاد الله ويصحب أهل دين الله أغيثنا بفضل الله وما عبد لرحمن يلوذ بأهل إحسان وينشد نظم أوزان أغيثنا بفضل الله
الله أغيثنا بفضل الله لو مشر نفحات رضوان عليهم وأمدنا بالأسرار لديهم أودعتها.